قطعت لي قلبي. هات نشوف شو الحكي اللي ما بينحكى على التليفون. أفكارك المعدة هي اللي جابت لهم المشكلة. شوفي شو صاير. تبع موقع المعارضة حاكي لضابط بالفرق. شو الحكي؟ مثل ما سمعت. لا شايف أفكارك لوين عم تودينا. مو أفكاري رؤوف، تصرفاتك. نعم إيه؟ أنا دايما كنت لاقي حلول للمشاكل اللي أنت بتعملها. حلولك طلع حق فرنجين. ممكن تهدى وتفهمني بالتفصيل شو صاير؟ قبل ما هذا بحب ذكرك أنه أنا عينتك رئيس قسم، ما لحتى تعطيني أفكار بتهوي، وإلا كان ممكن حط حدا تاني غيرك. ما في داعي للحكي سيادة المقدم، أنت حطيتني لأني بحبك وعساس صديقك ولأني دائما بلاقي حلول للمشاكل اللي بتعملها، فما في داعي للمادة. لا أنت عم تطالعني من مشكلة ولك أنت عم تحطني بالمشاكل. أنت لا إله إلا الله. هلأ رح تروق ولا شو؟ شو أي ولا شو؟ تعال عمل لي كفين صنع فندي. مو قصدي أنا بدي إياك تهدأ لنعرف نحلها. لك الموضوع وصل لضابط بالفرع، يعني ممكن يوصل لرتبة أعلى، اتفاهم؟ طيب أنت حكيت مع صاحب موقع وتأكدت إنه هو اللي حاكي؟ ما حدا بيعرف بهذا الموضوع غير أنا والمساعد عندي، وهذا المساعد أنا ضامنه. تذكر منيح، بلكي في حدا ثالث. طبعا المعارضة الكلب. طيب كثير منيح، اتصل فيه واسأله. ما في شر، واحد منحط حقه فرانك اللي بتحكي معه. أرجوك تهدى، لازم تحكي معه لأنه بتفرق كثير. بشو؟ إذا هو اللي حاكي معناها الشغلة معقدة وبدها صفن، إذا غيره بينقال كذب بتنتهي القصة. عم بقول لك ما حدا بيعرف هذا الموضوع. طيب يا أخي أنت دق له شو بتخسر؟ على الأقل بنكون على بينة. أقعد بقى، بلشت فزلكة بينة وبطيخ. دق له. هات أعطيني موبايلك، هات خليني أحكي منه، بجوز أرقام الضباط تكون مراقبة. أنت وقت اتصلت فيه من مكتبك؟ انتبه بتفرق كتير، لأنه إذا من مكتبك جايز تكون مكالمة مراقبة. لا 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 لا، أنا هاي المكالمات ما بحكيها من المكتب ولا من موبايلي حتى، دقيت له من موبايل الحاجب تبعي. والحاجب سمع المكالمة؟ لا أكيد لا. بلكي سجل لك يا معقول؟ طبعا معقول. دق لصاحب الموقع وفهم إذا هو ولا لا. تومر خليك عندك، ها بس يشبع واحد من الشباب يطلع بالسينما بدالك. هات كاس، هات جعفر، هات. يلا يا شباب، فطاير مو طيبين الا سخنين. ها والله خاطر عندي عافيك، كان عنده عجقه. الله يعافيك. ايش صوب صوب جعفر صوب. صح يا شباب. معقول؟ ليش هيك عملت؟